بنحتفل بالتطوير وبالافتتاح الجديد وما س... ولا س... يعني ما اتكلمناش لا اكتر اكتر حاجه عجبكم في ديكور البيت الكبير. لا ثواني بس ثواني. البدله بتاعتي طبعا اكيد بدلتي اكيد. ده سؤال اكتر برضو. حاجه عجبك يا شناوي في الديكور؟ لا لا بسم الله ما شاء الله. قول لي المطبخ، قول لي المطبخ، كل حاجه. لا لا قول يا عمرو. لا كل حاجه طبعا. لا كل حاجه حلوه طبعا يعني كل حاجه. المساحه طبعا والديكورات وكل حاجه طبعا يعني يعتبر من كنت أكبر. متوقعين التطوير ده يا جماعه؟ كنت متوقع التطوير ده يا كابتن؟ انا ما كنتش متابع قوي بس يعني طبعا يعني لا النادي الاهلي طبعا معودنا على ان هو يكون رقم واحد في كل حاجه. فده طبعا يعني حاجه لازم تكون تليق باسم النادي الاهلي وحاجه تليق بجمهور النادي الاهلي. انت نفسك تشوف ايه في البيت الكبير يا كابتن شنبي؟ شوف في البيت الكبير طبعا. لا طبعا هو البيت الكبير طبعا هيلم طبعا النجوم بتاعتنا كلها طبعا، الكبار اللي قدام واللي موجودين والحاليا يكونوا موجودين على طول. دي حاجه تسعدنا واحنا لما نيجي نفتح مثلا القناه ونشوف في البيت الكبير الناس النجوم اللي قبلنا طبعا. احنا بنشوفهم في القناه طبعا بنكون مبسوطين. ذاكرتنا دي طبعا الناس دي طبعا عملت حاجه كبيره جدا في النادي الاهلي. النادي الاهلي حاجه كبيره، اي حد يكون موجود في النادي الاهلي يعني بنتعلم منه. الناس الاساطير اللي قبلنا طبعا بنتعلم منهم كل حاجه، المبادئ وازاي كانوا بيتعاملوا وازاي بيتعاملوا مع اللعيبه والكلام ده كله وازاي بيتكلموا. الحاجات دي كلها بتفرق معانا طبعا وبنتعلم منهم لغايه دلوقتي. وطبعا هو النادي الاهلي طبعا معودنا على طول اي حاجه بيجي يعملها زي ما عمرو قال بيبقى رقم واحد على طول. طبعا انا ما كنتش يعني ان الحاجه لا حاجه تطلع حاجه كويسه طبعا، والناس اللي موجوده تعمل احلى احسن حاجه طبعا. وببارك طبعا للناس وان شاء الله ان شاء الله يعني. انتوا القناه دايما كانت متابعاكم حتى من قبل التطوير في كواليس وسفر واستعدادات، كانت دايما نشوف الكاميرا معاكم على طول. ده بيتنا ده موجود معانا على طول وعلى طول معانا في السفريات وموجوده معانا على طول في الكواليس. لا هنكون موجود معاكم في كل حته ان شاء الله يعني ما تقلقش خالص يا عمرو، هتلاقيني معاكم على طول في كل حته وان شاء الله. لا انا يعني بص هو سؤال مش محطوط يعني في الورق بس انا